بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم هأبدأ في محاضرات اللي هي المايكرو نيوتريينتس. في المحاضرات السابقة أنا غطيت الماكرو نيوتريينتس وتحدثنا عن الكربوهيدرات البروتين أند فات، وبذلك انتهينا من المغذيات اللي هي الرئيسية أو الميجر نيوتريينتس أو بنسميهم الماكرو نيوتريينتس. Today I will start talking about the micronutrients and here we mean by the micronutrients, the vitamins and minerals. طبعا هنا بدي ابدا بالفيتامين. قبل ما ابدا بالفيتامين حابب اتحدث شوي عن المايكرو نيوتريان ديفيشنسي اللي هو بسموها باختصارا هي ال VMD. طبعا وايد سبريد، منتشره among women and children in resources limited countries، في الدول الفقيرة، في الدول اللي بتعاني من مشاكل اقتصادية وبيكون حال دخل المواطن أقل من المطلوب أو في نسبة عالية من الناس بيعيشوا تحت خط الفقر. عادة ما بنشوف اللي هو الـ VMD، Vitamin Mineral Deficiency. Individuals with multiple deficiencies are in a state of micronutrient starvation. Starvation يعني بيكون على مستوى المايكرونيوترينز الفيتامينز اند مينرالز. they are starving يعني they are living in hidden hunger. they are looking healthy ولكن اذا جينا اخذنا منهم عينة الدم وجينا فحصنا لهم الايرون ولا فحصنا لهم الزنك ولا فحصنا لهم الكوبر ولا فحصنا لهم السيلين بتلاقي ايش؟ منخفض. طبعا هذه المغذيات وان يتم تناولها بكميات بسيطه، على سبيل المثال احتياجنا اليومي من الحديد تقريبا يعادل 18 ملي جرام، يعني يا دوب يرى بالعين المجرد. ولكن هل نستطيع ان نستغني عن الحديد رغم انه يستهلك بكميات قليله؟ لا بتاتا. عندنا الاي دي اي مؤرق لكثير من الحكومات. ايش الاي دي اي؟ اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا. Adequate amount of micronutrients are needed at all ages. At all ages. From preconception حتى ما قبل الحمل. وما أدراكما اللي هو فترة ما قبل الحمل وارتباطها بصحة الطفل. على سبيل المثال الفوليك أسيد. الفوليك أسيد إن لم يعطى قبل الحمل بكميات كافية ووفيرة بصير عندنا مشاكل صحية من الخطيرة جدا، بنصنفها تحت مجموعة كاملة بسميها الـ NTD اللي هي نيورو تيوبولار ديفيكتس. هذه لأنه الفوليك أسيد لم يعطى في الكريتيكال بيريود. إيش يعني الكريتيكال بيريود؟ It's a period at which a certain nutrient should be given and if not given at that period the person or the child or the infant will suffer from permanent defect or permanent disabilities which cannot be reversed later on. ومثال على ذلك اللي هو الفوليك أسيد في أول 4 أسابيع الأولانية اللي تكون فيها الجهاز العصبي والبرينز. Effect of inadequate intake are particular serious during the period of rapid growth. مهم جدا إن نعطي adequate amount of micronutrient. Early childhood, infancy. وقديش early infancy. Toddlers. مهم جدا. Pregnancy and pre-pregnancy and preconception and during also. Nature of the vitamins. Vitamins are organic. هذا ما يميزها عن إيش؟ عن المينرالز. Organic compound needed for normal function of growth and maintenance. لكن هذا لا يمنع انه بعض الفيتامينات تحتوي inorganic part. مثال على ذلك اللي هو ثيامين البي 1. في عندنا عباره الثيامين هو عباره الكيميكال ستراكشر تبعه عباره عن بايريميدين اند ثيازول رينج اند ثيازول رينج ثيو ايه سو ات كونتين سلفر سيانوكوبلامان بي 12 البنتاثونيك اسيد في ثيول في سلفر. هذه بعض الأمثلة على الفيتامينات التي تحتوي على inorganic part. Vitamins also are cofactors. They don't do anything by themselves, but they help many enzymes to do their function
effectively they are not source of calories, they don't produce energy. زي ما شفنا الفات ولا البروتين ولا الكربوهيدرات بعطونا 4 والفات بعطينا 9، لكن الفيتامينز they are not a source for calories ولكن they help in the production of the energy. In general, vitamins are needed to regulate the maintenance and the growth of the body and the control metabolic reaction in the cell. Most vitamins are provided in the body through the diet. يعني most of the vitamins أنا بقول they are essential. إيش يعني essential nutrients? The body cannot synthesize these nutrients, so we have to get them through the food. With some exceptions. Some exceptions زي الفيتامين دي، يعني الفيتامين الجسم قادر على يتصنع very good amount of vitamin D when we are exposed to the sun. يعني 2 exposure 15 minutes per week كان بعطينا كمية هائلة تعادل حوالي 25,000 international unit. Vitamin K is also produced by the microbiota in the human gut. كمان البي 12 يعني الدراسات الأخيرة بتثبت إنه جزء كبير من البي 12 اللي هو produced locally by the microbiota. الفيتامينز they are divided to two groups اللي هي water soluble vitamins والفات soluble vitamins. الwater soluble fat vitamins they are soluble in water. Okay, they cannot be stored because excess is excreted in the urine, so storage is minimum. والعكس طبعا مع الفات ال excess is excreted in the urine, لكن في المجموعة الثانية excess is stored in the body. So هنا في عنا فيش عنا toxicity عادة للفيتامين للwater soluble vitamin, لكن هناك في لهم toxicity لأنه they are stored in the body and accumulated. طبعا هنا الديفيشنسي لانه فيش ستورز فالديفيشنسي اوتوماتيكلي ويل ايش ويل ديفلوب رابيدلي, لكن طول ما في عندنا ستورز فيما يخص الفاست ليفل فيتامينز ذا ديفيشنسي ويل ديفلوب سلولي. جنرالي ذير ار نو بريكورسرز نو بريكورسرز, لكن هذولاك التانيين اللي هم الفاست ليفل فيتامينز ذي هاف بريكورسرز. يعني ايش لهم عائلات, يعني انا لما اقول الكاروتينويدز الريتينويدز الكوينونز الستيرويدز كلهم ايش عائلات, الفيتامين دي جاي من الستيرويدز. اوكي الفيتامين اي اذا نباتي كاروتينويدز, اذا جاي من حيواني ريتينويدز, الفيتامين اي توكوفيرولز الكي كوينونز, فإلهم إلهم بريكورسرز بتلاقي أقدر من واحد في المجموعة الواحدة. طبعا اللي بنيجي للووتر سوليبل كونتين كربون هيدروجين أكسجين النيتروجين, لكن زي ما حكيت قد يحتوي على إيش نان أورجانيك بار زي الكوبال زي السلفر, لكن في حالة الفات سوليبل إتز بيور أورجانيك. Fat are not required for absorption, لكن هنا الفات is very essential for the absorption and as a carrier. They are easily labeled. They are unstable and easily labeled who can be destroyed easily by cooking or even exposure to the air زي ما vitamin C بصير فيه أو exposure to the sunlight زي مثلا ال B2 بصير فيه, لكن المجموعة الثانية الفات soluble vitamin they are more stable to heat and less likely to be lost by cooking process. Okay, فهنا تقريبا توزيع مش كتير. نروح على اللي هي بالضبط احنا في هذه المحاضرة حنستعرض 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا حنستعرضهم ايش ان شاء الله بيسا. الفيتامين بي 1 موجود بالبارك اللي هو الخنزير طبعا, لكن احنا كمسلمين محرم علينا الهولي جرينز, فهو موجود في قشور اللي هي الجرينز الحبوب, ومن هنا تعرفوا عليه لما اعطوا الدجاج بولش درايز رز يعني مقشر, لقوا انه بلشت باعراض غريبه نيورولوجيكال ديس اوردر بلشت تظهر على الدجاج, فدرسوا ايش اللي اختلف, لقوا انه في عامل له علاقه بالنيورولوجيكال ستابيليتي موجود في القشور, فهنا هيك استدلوا عليه. طبعا هنا هولي جرين برودكت typically made greatest contribution to the day's intake because of the quantity
quantities eaten طبعا الليجيومز البقوليات زي البيز والسبليت بيز هذه تحتوي على كميات مناسبه منه. This is the chemical structure مش مطلوب منه، لكن انا بدي الفت نظركم الى ان في عندنا ايش، في ان ثيول، في ان سلفر على ايش، على على الاتوم نمبر 1 ف has inorganic part. Recommended dietary allowance للبي 1 عند الرجال 1.2 1.1، مش كثير الفرق، ملي جرام بير دي. طبعا هو يمكن بيشابه زيه بي 1 وبي 2 وبي 5 تقريبا نفس الشيء. بي 6 1 و2 ونقطه 3، بي 6 تقريبا 1.1 الى 1.4، يعني يتراوحوا بين هذا وذاك، اي رقم حطيناه بهذا الرينج يعني يعتبر صحيح. Recommended dietary allowance 1.1 تقريبا للفيميل، 1.2 للميل. Chief function part of coenzyme TBP تيامين بايرفوسفيت، هذا الانزيم بيلعب دور رئيسي، طبعا هذا الكوينزيم بيلعب دور رئيسي في اللي هو في عمليه اللي هو البرودكشن اوف ذا انرجي. اتصوروا عمليه الجلايكولايسيس اخر ستيب فيها عمليه الكونفرجن اوف اسيتايل بايروفيت الى اسيتايل كو اي، لا تحدث الا في وجود هذا الفاكتور اللي هو تي بي بي. كمان oxidative decarboxylation of the keto acid and two keto sugars في البيبتوز فوسفات بنتوز pathway اللي هو يعتبر alternative pathway لمين للجلايكولايسيس، فهنا بيلعب ايضا فيها دور رئيسي اللي هو التي بي بي. significant source موجود زي ما حكيت في الهولي جرينز، في اليست، في الليجيوم، في السانفلاور سيدز، في الجرين فيجيتابلز easy destroy by heat، يعني الحرارة ايش بتخرب، عشان هيك يفضل انه تناول الشغلات هذه fresh without heat treatment. deficiency disease ايش المرض المرتبط نقصه، نقص هذا الفيتامين مرتبط بمرض اسمه الباريباري. في عندنا انواع مختلفة من الباريباري، في عندنا الويت باريباري يعني ايش، في fluids اوكي الدراي without fluids عادة بيأثر على النيرف وعلى المصل اوكي، وفي انفانت بيأثر على الايش انفانتال باريباري، وفي اكيوت او شوشن باريباري، مجموعه كثيره من الباريباري لكن كلها تتفق على انها مرتبطه بفيتامين بي 1 ديفيشنسي. ديفيشنسي سيمبتومز ان لارج هارت، في تو ماتش فلويدز، تو ماتش باردن على الايش على الهارت، كاردييك فيلير، ماسل ويكنس، ابيثي، بور شورت short term memory confusion. اذا في اعراض لها علاقه بالايش بالويت باريباري، وفي شغلات لها علاقه بالنيرف زي الكونفيوجن او المينتاليتي ستيتس irritability انوركسيا اند ويت لوس. toxicity is not reported. شايفين بالصوره هذه بنسميها بيتنج ايديما، وهذه من اهم اعراض اللي هي ما يميز اللي هو الثيامين بي 1 deficiency. وكمان في عنا في حالات متقدمة drop wrist و drop feet، يعني ايش بتقول للمريض مد رجلك هيك القدم بتلاقيه غير قادر على انه يسيطر عليها، بتلاقيها بتهبط، فهي بسموها drop waist wrist يعني مد ايدك او مد قدمك مرتبطة بفيتامين بي 1 deficiency. بعد هيك حننتقل للرايبوفلافين اللي هو بي 2، طبعا هو اسمه رايبوفلافين هذه المجموعة الكبيرة، لكن أحيانا يعطى الاسم حسب السورس اللي جاي منه. إذا والله إذا السورس تبعه يعني كمان خلينا شوية نقف، يمكن من أهم السورس تبعت البي 2 هو الحليب والديري برودكت، عشان هيك بنسميه لاكتوفلافين، وإذا جاي من البيض بنسميه أوفوفلافين، إذا جاي من اللحوم وخاصة الكبدة هيبتوفلافين. فأحيانا السورس له دخل بالتسمية تبعت البروتين. احنا بنشوف الحليب، احنا لما نشتري كاسة الزبادي والمية هذه اللي بنكبها عادة هذه غنية بالبي 2، فلو سبناها شوية تعرضت للهواء بتلاحظ انه ايش صار لونها يميل الى الصفرة fluorescent color due to the oxidation of the B2. B2 عند القدرة على الoxidation reduction reaction، شايفين على الريبوز
في عندي ريبوز سكر مرتبط فيه مجموعة فوسفات، فهنا ايش؟ في عنده القدرة على الاكسديشن رياكشن، عشان هيك بيلعب دور رئيسي في الالكترون الترانسبورت تشين. وبتسمعوا بالاف ام ان، اوكي، والدي الاف ام ان اللي هو فلافين مونونيوكليوتايد، والاف اي دي هو فلافين ادينين داينوكليوتايد. اوكي، الريكومندد دايتري الاونس للريبوفلافين 1.3 ملغ بير دي للميل وللفيميل، مش بعيد كثير على هذا الرقم. التشيف فانكشن زي ما حكيت بيلعب دور رئيسي في انتاج الطاقه عبر استخدام اللي هو عبر الاف فلافين، سواء كان بالاف ام ان ولا الاف اي دي. يعني الفلافين ضروري في عمليه انتاج الطاقه. تصوروا كريب سايكل من غير فاد ولا الناد، احنا انا فاد الفلافين نو واي، فيش امكانيه. سيجنيفيكانت سورس عندنا الميلك برودكت بكل اشكالها، وخاصه اليوغورت والتشيز، الهولي جرين، الفورتيفايد اور انريتش جرينز اند سيريالز برودكتس. عندنا الليفر اولسو هاف ا جود، الاجز كمان فيها كميه كويسه من الفيتامين، لكن احنا قلنا الميلك والميلك برودكت ار ذا بيست. ايزلي ديستروي باي الترا فايولت لايت and irradiation، عشان هيك يجب ان يحفظ الحليب في ايش؟ في اوباكيو. ايش يعني اوباكيو؟ يعني معتم، زجاجه معتمه، مش ايش، او كرتون بحيث نعزله عن ضوء الشمس لانه بياثر على البيتو. deficiency disease ribofulvinosis، this is the name of the disease which is related to ribofulvin deficiency. deficiency symptoms sore throat, cracks, redness of the corner of the mouth. تلاحظ في تشققات في الشفة، كمان في التهابات على أطراف الفم بالcorner of the mouth. fissuring of the lips، تشقق الشفة. في إن إكزيميا بالنوز كمان يمكن مش موجود. معظم البي 12 البي 2 deficiency محصورة في ليش؟ في الوجه. كمان اللسان بيكون smooth وبربلش، لونه مش اللون اللي هو الطبيعي، بيكون مايل الى الزرقه او الزرقه المحمره. inflamed tongue characterized by، وبيكون سموث. عاده اللسان الطبيعي بامبي، يعني ايش بامبي؟ يعني ايش؟ مش سموث، مش ناعم، لا متحرشف هيك وبيطلع وبنزل هيك الطبيعي. لكن في حاله البي 2 ديفيشنسي بيكون عندنا سموث والكلر اخذ لون اخر مايل للزرقه المحمره. كمان في عندنا سكن، السكن بيكون في ليجنز، هذه البقع كفرد وذ جريسي سكيل، يعني ايش؟ دهنيه، زي تفرز ماده دهنيه جريسي زي الشحمه يعني. التكسيسيتي طبعا في حنشوف احنا كمان نقدر فيما يخص اللسان، في عندنا انجلوتايتس، وفي عندنا تشيلوسيس، هذه فيما يخص اللي هو الفم. هذه الكونديشنز اللي احنا حنمر عليهم اكثر فاكثر لما ناخذ كيسز. حناخذ كيسز، هذه يمكن الكيسز بتحاول ترسخ بعض المفاهيم لانه شويه تدخل الامور على بعض بين الفيتامينات المختلفه او فيتامينات واملاح معدنيه. فاحنا حناخذ كيسز نستعرض فيهم بعض الديفيشنسي ونشوف كيف احنا نعمل كريتيكال ثينكينج وفكر ناقد ونستحضر بعض الفاكتس. الفاكتس هذا بيساعدنا في انه نتعرف على نوع الديفيشنسي، حنمر عليه بعد ما نخلص المينرالز. بعدك حننتقل للفيتامين بي 3 اللي هو النياسين. النياسين نيكوتينيك اسيد او نيكوتين امايد، في له اكثر من شكل، نياسين امايد، فيتامين بي 2. طبعا هو الاسم الدارج اللي له هو النياسين. طبعا هو بريكوزر، من وين اجانا؟ هو اجانا من التريبتوفان زي ما تحدثت في المحاضرات السابقه تبعت اللي هي تبعت الامينو اسيد او تبعت البروتين. فقلت انا البي 3 بيكون مصدر التريبتوفان اللي هو حامض اميني اساسي، وعاده بيكون قليل او ليميتنج امينو اسيد وين؟ في السيريالز اند جرينز. فالتريبتوفان في الوضع الطبيعي بيتحول الى بي 3 في وجود البي 6. RDA recommended dietary allowance، طبعا هنا شويه الرقم عالي زي ما حكيت لكم، مختلف عن الواحد واثنين، بيكون حوالي 14 ملغ
لليوم تشيف فانكشن ان ذا بودي بتسمعه بالناد، زي ما هناك اخذنا الفاد والاف ام ان ولهم دور في عمليه الاوكسيديشن ريدكشن، كمان اللي هو الناد والان اي دي بي. الان جاي من ايش؟ نيكوتيناميد، يعني ايش؟ نياسين حرف الان. فانا كوفاكتور فور ايش؟ امبورتنت بايوكيميكال رياكشن في عمليه انتاج الطاقه، سواء كان في جلايكولايسيس او في اخر خطوه في الجلايكولايسيس او في كريبس سايكل، وبعد هيك بساهم في عمليه انتاج الطاقه. يوز ان انرجي ميتابوليزم، اوكسيديتيف ديجريديشن وميتابوليزم بايروفيت تو اسيتايل كو اي، اللي هو التفاعل الاخير في الكريبس في الجلايكولايسيس اللي هو بتحول فيه البايروفيك اسيد الى اسيتايل كو اي، بيلعب فيه البي 3 دور رئيسي. بايروفيت تو لاكتيت، هذا في حاله عدم توفر اكسجين يعني انايروبيك باثوي، فبدل ما يتحول الى اسيتايل كو اي بيتحول الى لاكتيت. فكلتا الحالتين يعني سواء كان انايروبيك ولا ايروبيك فبيحتاج بي 3 اللي هو ناد. نمبر ممبر اوف ذا الكترون ترانسبورت تشين، سيجنيفيكانت سورس، موجود في الميلك، موجود في الايجز، في الميت، في البولتري، في الفيش، في الهولي جرينز، في الفورتيفايد اند انريتشد جرين برودكتس، في النتس، في الاول بروتين، يعني تقريبا موجود في الاغذيه البروتينيه عموما. ديفيشنسي ديزيز البلاجرا اللي هو راف سكين، وها كاركترايزد باي 4 دي، يعني في اربع كونديشنز مرتبطات فيهم كلهم بيبداوا بحرف الدي. اول حاجه ديرميتايتس، التهابات الجلد، الجلد عشان بيك تلاقي الجلد يبدو كانه محروق ومايل الى السواد، في الخاصة المناطق اللي بتعرض فيها لايش؟ لضوء الشمس. تسمعوا بالنيكلاس بلاجرا، نيكلاس معناها العقد، بلاجرا التهاب الجلد اللي هو بيكون وكانه الجلد محروق حوالين الرقبه زي العقد ديو تو ذا بلاجرا او نيكلاس بلاجرا. هذا مرتبط بالفيتامين بي 3 ديفيشنسي، دياريا او ديمنشيا اند ايش؟ ديث. دي اريا اذن ديرميتايتس، دياريا، ديمنشيا اند ديث. Deficiency symptoms: diarrhea, abdominal pain, vomiting, inflamed swollen, smooth, bright red tongue. يعني كمان إيش اللسان هنا نفس الشيء زي ما شفنا في البيتو بيكون هنا. فأحيانا بدي أستدل بعض الحقائق الأخرى حيث أفرق، لأنه قد تتشابه بعض الأعراض ما بين فيتامين والتاني. Depression, apathy, fatigue, loss of memory, headache, bilateral symmetrical rash. Bilateral symmetrical rashes بتكون symmetrical، يعني ايش؟ يعني هنا وهنا على الرجل الشمال، على الرجل الشمال عند الركبة، عند الركبة، اوكي، مش asymmetrical. bilateral يعني ايش؟ على كلا الجانبين. rashes on area exposed to the sunlight، المناطق اللي exposed to the sunlight بتلاقيها اكثر تضررا فيما يخص اللي هو البلاجرا. توكسيسيتي سيمبتومز، يمكن من هذه المجموعه احنا قلنا ما لهاش توكسيسيتي الا اخينا بالله النياسين، في عندنا احيانا ايش؟ تناول كميات كبيره، وعاده هذا بيجيش من الاكل، بيجي عن طريق سبلمنتس، اكسترا سبلمنت او بي 2 وصل الى الحدود اللي هي اعلى من الابر ليميت اليو ال، فهذا بيؤدي الى ايش؟ النياسين فلاش او فلاشنس ونوزيا فوميتنج اند ليفر دامج امبيرد جلوكوز توليرانس، وتلاقي وجهه احمر وراشز وهايز. طبعا هذه الصوره بتلخص، شوف السيمتري البايليترال بلاجر طالعه بنفس المكان على الجهتين، شايفين اللي هو التوكسيسيتي وجهه احمر كيف بالضبط هذا الشخص اللي بيعاني من ايش؟ من نياسين فلاشنس. طبعا هذه الصوره اللي هي على اليمين بتمثل الاغذيه ومعظمها بروتيني غنيه عاده بايش؟ بالفيتامين بي. بنروح للبي 6 ومش كتير بعيد من ناحيه السورسز على البي 3، ايضا متواجد بكثره في الحيوانيه او الانيمال سورس فود، اللي اسمه اللي هو البايرودوكسين، الاسم الدارج له او البي 6، واحيانا قد يكون بصوره ايش؟ كمان الكحول بايرودوكسال او بايرودوكسامين. الريكومندد دايتري الاونس 1.3 من 10 ملي جرام بير دي. تشيف فانكشن بارت اوف كو انزيم بي ال بي
او اللي هو البي ام بي لبيرودوكسل امين فوسفيت، لكن البي ال بي هو اكثر شهره واكثر استخداما وانفولف ان العديد من البيولوجيكال رياكشنز. وطبعا احنا لو جينا البي 6 خصيصا للميتابوليزم تبع البروتين او الميتابوليزم تبع الامينو اسيد، هيلب تو كونفيرت تريبتوفان تو نياسين اند تو سيروتونين. يعني ايش؟ دخلنا في المزاج في الدبريشن، فهو يعتبر من ايش؟ من اللي هي المسؤوله عن تضبيط المزاج. كمان له علاقه ديامينيشن، ديامينيشن اللي فيها غلط، ديامينيشن اللي هو تحويل السيرين تو بايروفين، وترانس امينيشن يعني بنقل مجموعه امين من حامض امين وبحطها على كيتو اسيد، فبيحول حامض الامين الاصلي الى كيتو اسيد، والاوكسالو والكيتو اسيد اللي اجته والامين اصبح حامض اميني جديد زي جلوتاميك اسيد زائد اوكسالو اسيتيك اسيد هيعطيني الفا كيتو جلوتاريت زائد اسبارتيك اسيد. اوكي، هذه بنسميها اس جي او تي، هذه من ضمن الفانكشن او الليفر فانكشن اللي احنا احد الفحوصات اللي بنتعرف فيها على الليفر فانكشن. في الديسلفونيشن، يعني الديسلفونيشن يعني برفع مجموعة السلفر من أحد الأحماض الأمينية اللي تحتوي على السلفر، السلفر زي السستين، وبحوله إلى بايروفيت. أوكي، أو كمان ترانسلفريشن، بنقل السلفر من إيش؟ من واحد إلى حامض أميني آخر، فبتكون عندي حامض جديد. help to make the RBCs، هذا من ضمن الفانكشن. عشان هيك بيسأل سؤال بقول لك why what is the relation between اللي هو B6 and anemia and hemolytic anemia. okay B6 and anemia لانه the first condensation step in the formation of the RBC خاصة البورفيرين، it is a step in which succinyl CoA is condensed with glycine عشان يكون البورفيرين. هذا اول رياكشن، هذا الرياكشن بده بي 6. اذا بي 6 مش موجود مش حيصير ايش عندي كوندنسيشن، ومش حيتكون عندي البورفيرين اللي هو الاستراكشر تبع الهيموجلوبين قبل ما يجي له اللي هي الايرون يقعد جوا في النص. significant sources meat fish poultry potatoes other starchy vegetables non citrus fruits fortified cereals كلها تعتبر هذه ايش مصادر لهذا الفيتامين، يعني كل الانيمال سورسز. easily destroyed by heat deficiency symptoms scaly dermatitis anemia small cell microcytic anemia depression لانه مرتبط بالسيروتونين confusion and convulsion. عشان هيك من ادويه اللي هي الكونفالجن واللي لها علاقه بالاعصاب احنا بنروح نعطي ايش تراي بي. ايش يعني تراي بي؟ يعني بي 1 وبي 6 وبي 12 وعلى راسهم بي 6. toxicity symptoms depression, fatigue, irritability, headache, nerve damage causing numbness and muscle weakness leading to inability to walk, convulsion and skin lesion. بعد هيك حنيجي اللي هو تقريبا اخر واحد في مجموعه البي اللي هو بي 12 اللي هو سيانوكوبلامين. كوبلامين والريكومندد دايتري الاونس 2.4 مايكروغرام. قديش بسيط، لكن هل استغني عن البي 12؟ عندنا برنيشيوس انيميا، عندنا مايكروسايتيك عندنا ماكروسايتيك انيميا، عندنا مشاكل لها علاقه بالفوليك اسيد لانه الفوليك اسيد ضروري عشان السير يشتغل بشكل مناسب وصحيح يكون البي 12 موجود. فهنا ايش؟ فهنا قصه طويله عريضه مرتبطه بهذه الكميه البسيطه اللي هو 2.4 مايكروغرام. Chief function in the body, part of coenzymes, part of coenzyme, مثال كوبلامين and deoxyadenosylcoblamine used in the new cell synthesis, help to maintain the nerve cell, كمان maintenance of the myelin sheet هنا ضروري لإله. الفوليت مش حيصير cycling للفوليت وتكوين ال FH4 إلا في وجود اللي هو كمية مناسبة من البي 12. البروبونايل كو اي مش هيتحول الى ساكسينايل كو اي، مش هيتحول الى مالونايل كو اي، والمالونايل البروبونايل كو اي مفروض يتحول الى
ميثايل مالونايل كو اي، والميثايل مالونايل كو اي المفروض يتحول الى ساكسونايل كو اي. من ميثايل مالونايل كو اي الى ساكسونايل كو اي بده بي 12، فهذا مش موجود. في حاله ديفيشنسي حيتراكم، حيتكون عندي ميثايل مالونيك اسيد. عشان هيك هذا هو الفحص المناسب لفحص البي 12، هل البي 12 موجود ولا مش موجود. كمان عندنا ايش كمان هو مرتبط بالميثيونين سايكل، والميثيونين سايكل اللي هو بنعمل ديميثايليشن، بتحول ميثيونين، انا الميثيونين بيجيني عبر الاكل، فالمفروض يصير له ديميثايليشن وبتحول الى هيموسيستين، يعني ديميثايليشن يعني اخذت منه مجموعه ميثايل ورجعت له اياها مره اخرى، فبرجع لي بكون لي الميثيونين. هذا التفاعل لا يتم الا في وجود ايش اللي هو البي 12، ماتشوريشن اند ديفلوبمنت اوف ذا اريتروسايت. عشان هيك الاريتروسايت بتاخذ شكل غير طبيعي في حاله البي 12 ديفيشنسي، وبكون اكبر من حجمها الطبيعي، اوكي، يعني بتكون اكثر من 110 و120 اللي هو المين كاربوكسيلر فاليوم الام سي بي. مينتيننس ذا شيت ذات سراوند اند بروتكت ذا fiber, the nerve fiber, اللي هو المايلين شيت. Integrity of the myelin sheet is maintained by B12 or adequate amount of B12. Otherwise, we have degenerative اللي هو myelin sheet. وهنا بصير عندي حاجة اسمها plastic madness. طبعا هذه الصورة توثق اللي هي normal RBCs والabnormal أو macrocytic RBCs. النورمال راوند الحجم طبيعي تبعتها، لكن بالجهه الثانيه اللي على اليمين، باللي على يميني بتكون ايش، بتكون هنا they are not round in shape, they are oval in shape and they are look bigger than the normal cell. هذا احنا بنسميه macrocytic anemia. وتتشابه اعراض الماكروسايتيك انيميا في حاله البي 12 ديفيشنسي وحاله الفوليك اسيد ديفيشنسي. اما في الايرون فعاده بتكون هذه ايش مايكروسايتيك، بتكون ايش اصغر في حاله ايش الايرون ديفيشنسي. طبعا هذه الخارطه بتمثل لي اللي هي انا الميثيونين سايكل وارتباطها بالفوليت سايكل. الميثيونين بيجيني من الاكل، المفروض يصير له ديميثايليشن فبتحول الى هوموسيستين، الهوموسيستين بده يرجع ثاني ايش يتحول الى ميثيونين، فبده ايش بده بي 12، كمان بده مجموعة ميثيل بياخدها من ايش من الفايف ميثايل تترا هيدروفوليت وبنزحها منها وبرجعها بعطيها للهوموسيستين، وبذلك الهوموسيستين بيصير ميثيونين، والام اتش تي اتش الفايف ميثايل تي اتش 4 حيتحول الى تترا هيدروفوليت، وبذلك تكتمل السايكل. وهذا مرتبط بالدي ان اي الثايميدالين سايكل، يعني قصص طويلة مرتبطة البعض. الفوليك اسيد طبعا الفوليك اسيد، الفولاسين، التيريو جلوتاميك اسيد، كل هذه اسماء للفوليك اسيد. طبعا ريكومندد دايتري الاونس 400 مايكروغرام بير دي دي. التشيف فانكشن ان ذا بودي بارت اوف كوانزيم تي اتش 4 تترا هيدروفوليت وداي هيدروفوليت ويوزد ان ذا دي ان اي سينثيسيس. عشان هيك في عندنا الدي ان اي بيصير ايش بيصير له في دي ان سينتز بتضطرب في حاله مين في حاله الفوليت ديفيشنسي، therefore important in the new cell formation. وهذا يشترك معها ايضا بالبي 12. significant source fortified grains leafy greens vegetables legumes seeds liver easily destroyed by heat and oxygen. deficiency symptoms هي عندي الانيميا، وهذه كما هو شفنا في البي 12 في عندي ايضا ماكروسايتيك انيميا، في عندي ريد تانج، في عندي منتال كونفيوجن، في عندي ويكنس، في عندي فاتيج، irritability هيديك، شورتنس اوف بريث، elevated هوموسيستين. طبعا هذه السورسز كلها اللي هي تبع الفوليك اسيد. دارك جرين فيجيتابلز such as spinach broccoli is a good source of vitamin B12. legumes البلاك بينز، الكيدني بينز، كل انواع البينز والبيز هذه تعتبر ايش very good source of folic acid. liver and some fruits notably citrus fruits are also يعتبر rich الفيتامين سي. الفيتامين سي وما ادراك ما قيمه الفيتامين سي، حتى بيعزز لنا مناعه الجسم وبيحاول هو اي انفيد اي هجوم
بحاول يمنعه، بحفظ الانتجريتي اوف ذا سيل ممبرين، وخاصه اذا اشتغلنا كمان مع الفيتامين اي مع بعض بيعملوا ديفنس كويس ضد اي هجوم، وبيعمل كمان بيشتغل كانتي اوكسيدنت ضد كثير من الفري راديكلز. اسكوربيك اسيد اللي هو الاسم العلمي له، احتياجنا 90 ملي جرام عند الميلز بير دي و75 عند الفيميل. تشيف فانكشن ان ذا بودي كولاجين سينثيسز، عشان هيك بيلعب دور رئيسي في عمليه الهيلينج، سترينثن ذا بلاد فيسل، سترينثن البلاد فيسل احيانا بيصير فراجل لانه في حاله الفيتامين سي ديفيشنسي، فورمز سكار تيشوز بروفايد ماتريكس، سكار تيشو يعني بيساعد على الهيلينج بروسيس، بروفايد ماتريكس تو ذا بون. البون هذا ايش؟ هذا البناء، مش كله عباره عن الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم، لا انا بشبهها بعمود البطون. كيف احنا لما نبني عمود بطون بنشكل الحديد، الحديد هو الماتريكس، اوكي الماتريكس هذا يجب ان يبنى من ايش؟ من البروتين الكولاجين، وانا بيلعب فيه البرولين واللايسين بيلعب دور رئيسي في تكوين البون ماتريكس، وبيجي اللي هو الاسمنت والحصمه هذا هو الكالسيوم اللي بيملأ هذه الفراغات، طبعا بيلعب دور رئيسي كانتي اوكسيدنت، كمان تايروكسين سينثيسز، امينو اسيد ميتابوليزم، سترينثن ريزيستنس تو انفكشن، هيلب ان ذا ابسوربشن اوف ذا ايرون. واحنا بنقول عشان نزيد تناول الحديد يجب ان نتناوله مع فيتامين سي او عصير برتقال او ليمون. سترس فروت سورسز، سترس فروت الكبج، كمان عندي البروسلز، عندي الجوافة، عندي الدارك جرين فيجيتابلز، عندي البيل بيبر، الفليفلة، البروكلي، الكانتالوب، ستروبري، الليتس، توميتوز، هذه كلها عبارة عن مصادر غنية بالفيتامين سي، وبتلعب دور رئيسي في امداد الجسم بكميات مناسبة خاصة في هذه الايام ضد ايش؟ وباء الكورونا العين. طبعا هنا ديفيشنسي ديزيز سكارفي او مرض الاسقربوط، ديفيشنسي سيمتومز انيميا، سمول سيل تايب انيميا، مايكروسايتيك انيميا، اثيروسكليروتيك بليك، هذه اللي هي بتسد البلاد فيسلز وتمنع الفلو اوف ذا بلاد. في عندنا كمان البن بوينت هيموريج، وبتكون الشعيرات صار لها، لانه هنا احنا قلنا البلاد فيسلز بتكون في حاله نقص الفيتامين سي بتكون خفيفه جدا وضعيفه جدا، فبصير بصيرها رابتشر هيك او تنبعث يعني، فبصير ايش؟ هومريج، وخاك بكون في المنطقه اللي تحت الجلد فبيظهر وكانه في عندي بقع حمراء تحت الجلد عند الناس اللي هو بتكون بشرتهم فاتحه. بون فراجيليتي، لانه قلنا احنا البون ماتريكس مرتبط بالفيتامين سي، بون فراجيليتي، جون بينت، بور وونت هيلينج، الجروح تاخذ اكثر لتطول. كمان هذول الناس اللي بيعانوا من فيتامين سي بتلاقيه بتطول مع الانفلونزا اكثر من الناس العاديين. فريكوينت انفكشن، دائما بزور، دائما في مع اللي عنده التهابات، بليدنج جام، اللثه النازفه، اللوزن تيت، لانه في ويدرول للجم لتحت. ايش يعني ويدرول؟ يعني تنسحب اللثه الى الاسفل فتتكشف الروتس تبعت الاسنان، يعني ايش الروتس الجذور تتكشف، فثباتها انا بياثر على ثباتها، ففي عندي لوزن يعني تتحرك، في بقول لك 1 جريد موبيليتي و 2 جريد موبيليتي في الاسنان تتحرك بشكل عنيف، muscle degeneration and pain, hysteria, depression and rough skins, toxicity symptoms, nausea, abdominal cramp, diarrhea, headache, fatigue, insomnia اللي هو الأرق, hot flashes, rashes, interference with medical test, aggravated gout symptoms. هذه بعض اللي هي toxicity symptoms. طبعا هذا المصادر حكينا عنها، وهذه صورة اللي هي السكوربتيك بليدنج جامز، وفي عنا اللي هو البين بوينت هيموريج، وهي مبين بقع حمراء صغيرة بتكون. البيوتين بلايز ان امبورتنت رول ان ذا ميتابوليزم، ووظيفته انه يعني ايش؟ كارير ل 1 ايش 1 كربون اتوم، is critical in the TCA cycle. Biotin delivers the carbon to the 3 carbon pyruvate. يعني بيحول ليها
وبحولها الى ايش؟ البايروفيت 3 كربون، بحولها الى اوكزالو اسيتيت 4 كربون كومباوند نيدد تو كومباين ويز اسيتال كو اي تو كيب ذا تي سي اي رانينج. هذا بيضمن استمراريه ايش؟ انه التي سي اي تمشي شغاله. ذا بايوتين كو انزيم اولسو بارتيسيبيت ان ذا جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس هو تصنيع الجلوكوز من مواد اخرى ايذر دان اللي هو الكربوهيدرات، قد ياخذها او قد يصنع الجلوكوز من ايش؟ من جلوكوجينيك امينو اسيد. فاتي اسيد سينثيسيس اند بريك داون اوف سيرتن فاتي اسيدز اند امينو اسيد. طبعا البيوتين احتياجنا خفيف جدا له، 30 مايكرو جرام بير دي. المين تشيف فانكشن ان ذا بودي، بارت اوف كوينزايم يوزد ان ذا انرجي ميتابوليزم، فات سينثيسيس حكينا قبل شويه، بيتا اوكسيديشن، امينو اسيد ميتابوليزم اند جلايكوجين سينثيسيس. السيجنيفيكانت سورس عندنا اللي هو موجود في اللحمه، في الكبده، في اللي هو في الصويا، في الاجز، ولكن هنا هو بنسميه احنا انتي افيدين، والافيدين هذا بروتين موجود في الايش؟ في البيض الني. فعشان هيك الناس اللي متعودين ياكلوا بيض ني فيها عدو الايش؟ عدو البيوتين اللي هو الافيدين. فهذول الناس هتلاحظ عنده في عنده بيوتين ديفشنسي، ولا عاده لانه منتشر كثير في شغلات، في خضار وفي لحوم، فعاده الشعوب لا تعاني من البيوتين ديفشنسي الا الناس اللي متعودين ياكلوا ايش؟ البيض الني. ديفشنسي سيمتومز ديبريشن ليترجي هالستيشن نم 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 اور تينجلينج سنسيشن، تينجلينج يعني نمنمة، خذلان in the arms and the legs, red scaly rashes, scaly متحرشف rashes بثوء هيك انتشار جطفة جلدي around the eyes, nose زي الإكزيميا and hair loss. Okay, everywhere هو وين بتشوفوا كوينزايم A أسيتال كوينزايم أسيتال كو A ساكسينال كو A ميلونال كو A بروبينال كو A، كل واحد حاجة بيها كو A هو يعرف انه المصدر تبعه هو مين؟ هو البنتاتونيك اسيد، فبيلعب دور رئيسي في عمليه انتاج الطاقه وخاصه في التي سي اي، لانه معظم الكو ايز من اسيتال كو اي ساكسينال كو اي كلهم موجودين تقريبا في التي سي اي كمان، فهو موجود في افري وير كمان، involved in more than 100 different steps in the synthesis of the lipid, neurotransmitters, steroids, hormones and طبعا الانتيك مليغرام 5 مليغرام بير دي تشيف فانكشن ان ذا بودي بارت اوف انزيم اي اللي هو يستخدم في كثير من البيولوجيكال رياكشن، موجود في كل حاجه، لو كتبنا اي حاجه بتمشي الامورنا. ديفيشنسي سيمتومز نادره جدا جدا الا في بعض الحالات المرضيه، وهذا بتكون عاده ملخصه بفوميتنج، نوزيا، ستومك كرامس، ايزومينيا، فاتيج، ديبريشن، ايريتابيلتي، ريستلنس، ابيتي، هايبوغلايسيميا related sensitivity to insulin, numbness, muscle cramps, and ability to walk. طبعا اللي هو toxicity يعني مش معروف عنها. طبعا هذه الخارطة بتمثل لنا وين في عندنا البيئة اللي بي على سبيل المثال pyridoxal phosphate، وهنا بيلعب في ايش؟ في عملية انتاج الطاقة من الجلايكوجين، الناد، النياسين، التي، ثيامين، الاف، فلافين، الكوينزايم يعني جاي من بنتاتونيك اسيد، الناد والتي بي بي، هاي تقريبا هذه ايش؟ هذه خارطه بتبين لنا قديش هذول الكوينزايمز بيلعبوا دور رئيسي في عمليه انتاج الطاقه، وان لم هم بانفسهم لا يساعد لا بيطلعوش طاقه لكن بيزدادوا في عمليه انتاج الطاقه. شكرا لكم، والمحاضره القادمه ان شاء الله حتكون على المجموعه الثانيه من الفيتامينات اللي هي الفات سوليوبل فيتامين. شكرا.